تحية بكم والترحيب دائما مع هذه الانطلاقات وهذه التحديات والمنافسات القوية الحاضرة في هذا الميدان التراثي، ميدان الذيد لسباقات الهجن العربية الأصيلة في مهرجان قناة الوسطى من الذيد الذي ينطلق في نسخته الأولى بهذه الانطلاقات وهذه الأسماء وهذه الأشواط المميزة الحاضرة على مدار يومين. كنا بصباح الأمس مع سن الحقايق واليوم مع سن اللقايق، ونصل بكم إلى شوطنا 23 والمخصص الأفكار المحليات الأصايل لسن اللقاية لمسافة 5 كيلومترات. هي الرحلة الحاضرة والمنطلقة مع هذه الأسماء وهذه الشعارات القادمة بقوة من كل حدب وصوب، سواء كانت من ميادين الدولة أو من ميادين دول مجلس التعاون، للمشاركة بهذا المحفل التراثي وبهذه الانطلاقات المميزة. نتابع ونرصد المراكز الأولى الحاضرة في مقدمة هذا التحدي. المركز الأول تتقدم هنا الاتحادية والمنطلقة بشعار وزيعر بن غلام بن موسى بن أحمد البلوشي من ينطلق مع المركز الأول. المركز الثاني تعويض راشد بن سعيد بالعجيد الاكتبي القادم هنا في هذه الانطلاقة، وصاحب الميدان والأرضية تواجد مع المركز الثاني. وأما ثالثا جواهر يا جواهر فالح بن ياسر بن فالح الشامسي من ينطلق على مستوى المركز الثالث، ورابعا وصول وانضمام غنايم يا غنايم علي بن صالح بن هويدن الاكتبي يبحث عن الغنيمة الاكبر وهي الناموسي والانتصار. المركز الخامس ابعاد يا ابعاد ابعاد ولا كنت قريبين بهذا الشعار المنطلق والمملوك المسرب سالم بالعرطي الحميري يا ابو حمد. يتقدم الشاعر وينطلق نحو المراكز الأولى. المركز السادس مرحبا باللي وصلت، مرحبا بصبا التي تنطلق هنا بشعار سعيد بن سليم بن حربي العامري القادم هنا مع المركز السادس. وسابعا وصول وانضمام شعار بن حضروم ليقدم الهبيبة سالم بن راشد بن محمد بن حضروم فلي مع المركز السابع. والمركز الثامن وصلت مرضية هنا لتنطلق بشعار محمد بن ربيع بن مطر الاكتبي مع المركز الثامن. وتاسعا القادم طوع والمملوك العبيد وسلطان بن فاضل الاكتبي مع المركز التاسع. اهالي المدام حاضرين. والمركز العاشر ختام جولتنا الاولى اللي تدخلت هنا مملولة والمملوكة لسرور بن خليفة بن حسن الاكتبي القادم مع المركز العاشر. هكذا هي النتيجة، هكذا هي الأسماء، هكذا هو النداء الأول لرحلة هذه الشعارات ورحلة هذه الأسماء الحاضرة الحاضرة هنا بهذا التحدي وبهذا الانطلاق المميز وهذا النقل الحي والمباشر عبر عدسات قناة الوسطى من الذيد الحاضرة بقوة الحاضرة بهذا الانطلاق المميز. انتصفت المسافة، انتصفت المسافة يا ملاك ويا مضمرين ويا متابعون ويا عاشقون لهذه الرياضة العربية الأصيلة،
رياضة الآباء والأجداد، نعود مع الصدارة، نعود مع المقدمة الأولى. المركز الأول دائما يطمح له جميع المشاركين، جميع المتابعين. الطموح الأكبر هو التواجد في الرقم واحد والمركز الأول. جواهر يا جواهر يقدمها الشامسي، يقدم أحد الجواهر التي يمتلكها أهالي العين وأهالي ملاقط قادمين. فالح بن ياسر بن فالح الشامسي من يتواجد على ظهر جواهر. النقلة التالية على المركز الثاني القادمة هنا المنطلقة الباحثة عن التسلل نحو المركز الثاني بهذه الانطلاقة المميزة الواصلة هنا غنايم. يلا يا بن هويدن صاحب الميدان والأرضية بدأ يتواجد ويندفع نحو المراكز الأولى. علي بن صالح بن هويدن الاكتبي القادم مع المركز الثاني، ولكن يتدخل شعار البلوشي ليقدم الاتحادية أو زيعر بن غراب بن موسى بن أحمد البلوشي. ولكن اللي وصلت اللي حضرت وصلت الهبيبة، وصل بن حضروم، وصلوا أهالي اللبسة. سالم بن راشد بن محمد بن حضروم الغفلي بدأ يندفع، بدأ ينطلق، وصلوا الكبار، وصلوا العمالقة. الله 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 الله، بدأت حرارة هذا الشوط تشتعل وترتفع يا ملاك ويا مضمرين ويا متابعين لهذه الانطلاقة المميزة. صدري من الجانب الآخر المركز الثالث الاتحادية هنا وزيع مغرام بن موسى بن أحمد البلوشي. وأما رابعا المتدخلة هنا في هذه الانطلاقة تعويض يا تعويض راشد بن سعيد بن عجيد الخاصوني الاكتبي مع المركز الرابع وخامسا القادمة هنا. ولكن نفتح الغلاف الجوي الكير الأخير الكيل الخطير، جولة الأوامر وجولة حركات تكتيكات والإبداعات السرعة الفائقة. حرك اللي بتحرك روح يلي تبي الناموس يلي تبي الانتصار، روح روح من حضروم مع الهبيبة. ولكن القادمة وهنا جواهر مع الشامسي، والواصلة هنا القادمة حملولة. وصل الثور من خليفة بن حسن الاكتبي آل التل حاضرين. ولكن الهبيبة الهبيبة خطيرة، الهبيبة خطيرة مع شعار بن حضروم، مع شعار بن حضروم القادم بقوة، القادم بقوة مع هذا الشعار بن حضروم، بن حضروم راعي العوايد، راعي العوايد ياتي هنا لينطلق بهذا الشعار، لينطلق بهذا الانطلاق المميز. يلا يا راعي شاهين، يلا يا بن حضروم. سالم بن راشد بن محمد بن حضروم الاغفلي آل اللبسة، روح 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 مع الانتصار، روح بن حضروم، روح يا بن حضروم والقلب داعي لك مع الانتصار مع الناموس. سلام يا بياتا سلام، سلام يا بياتا سلام، سلام يا بن حضروم، سلام يا بن حضروم. تهانينا تهانينا والناموس والانتصار لداعمي هذا الشعار راشد بن محمد بن حضروم الاغفلي، والى مالك الهبيبة سالم بن راشد بن محمد بن حضروم الاغفلي لك التحية والاحترام. لحظة وصول خط النهاية مع فوز الناموس والانتصار المركز الثاني كان وصول حملولة اسلوب خير بن حسن الافتبي. المركز الثالث كان وصول جواهر فالح بن ياسر بن فالح الشامسي. اما المركز الرابع دمع محمد العتيق وشامس العامري. والمركز الخامس كان وصول واريه حسين بن خفان بن سالم الاجتبي. التوقيت الزمني متابعينا الاعزاء 7:53 توقيت الهبيبه لسالم براد بن محمد بن حضرم الغفلي. سلام من لبسه سلام وسلام ببيات السلام. تهانينا والناموس ساس قلوا فعل وقطع من الموس، قلوا فعل وقطع من الموس. الشعر لي ينبع من احساس جزل الوفي هالحس ملموس، يتداولونه جملة الناس يشلع الطارج ومنكوس. يا مرحبا يا عصبة الراس، يا مرحبا ونهب لي كوس. يا مرحبا تعداد نسناس، يا مرحبا والبن محموس. حي البلايا اللي على
الاساس سبك له نعاده وناموس يتنافس الدرع والكاس يتزاحم وغوس بالروس يتزاحم وغوس بالروس الهرع كزغ التمه وجاس فيهم طرب له فرحة انفوس ما بين جبار ومياس وشاهين لي عثي يدوس يا مضمرين الهجن لا باس ما دام عقب الجهد ناموس وتزين اي الوسطى بالماس وتلبس اي غالي الملبوس يا دار